السؤال هي عملت نبرة، بقولت أنا النبرة لا تكون في جميع الأحرف، أخذنا قبل قلنا النبر أين يكون؟ في الحروف المشددة، حروف المادية، في الحروف المشددة. سؤالي ما هي الحروف المشددة التي يكون فيها نبر؟ فقط الواو والياء. الله يفتح عليك يا محمد. إذا فقط في الواو والياء فقط، نعم، إذا في الواو والياء فقط اللي فيهم نبر، هذا وصلا. طب وقفا، قلنا هذا اللي قالت أول النون والميم، قلنا جميع الحروف ما عدا سبعة أحرف النون والميم وحروف قطب جد. طيب لو أنا زلت وقلنا واتخذ سبيله، إيش عمل؟ نبر، ما فيه مشكلة، ما فيها نبرة. إذا أنا أقول واتخذ سبي، واتخذ، مش واتخذ سبيله، ما في داعي للنبر. لكن لو كانت واو أو ياء بعمل نبرة، عدو مبين بعمل فيها نبرة، عدو مبين. حال الوصل، حال الوصل. أعيد ثاني، الواو والياء المشددات يكون فيها نبر فقط، الواو والياء المشددات في حال الوصل لا يكون إلا في الواو والياء فقط، فيش أي حرف ثاني. طيب إذا كان وقفا قال لي جميع الحروف فيها نبر، إذا كان مشدد جميع الحروف باستثناء النون والميم وحروف قطب جد. وإذا بتذكروا حكينا لكم عن حرف ثامن، مين ذكرنا فيه؟ الهمزة. الهمزة صح كلامنا فيه، صح الهمزة، لأنه الهمزة لا تكون مشددة ففيش فيها. لكن في حرف آخر ذكرناه اللي هو، أنا بقول أكرر، إذا وقفنا على أي حرف مشدد فيكون فيه النبر باستثناء سبعة أحرف اللي هي النون والميم وحروف قطب جد، تمام؟ يعني أنا بدي أقول جان هكذا، لا أقول جان، ما في نبرة. طب ليش؟ قال لي لأن هو أصلاً إيش فائدة النبر؟ نظهر، نظهر للقائل للسامع إن والله هذا الحرف مشدد. لما أقول كل بدي أوقف عليها أقول كل، إذن عرف إنه أنا هذا الحرف مشدد. لكن لما أقوله كل ممكن أقول لك هذا اللام خفيفة، لكن لما أقوله كل إذن عرف إنه هذا الحرف مشدد. طب لما أقول جان فيش داعي، ليه؟ لأنه الغنة اللي في النون أغنتني عن النبرة. طب قطب جد لأنه القلقلة أغنتني، تمام. طب هناك حرف ثامن لم نذكره غير الهمزة، حروف الم... عدو، هاي حرف مد مش بتكون فيها ولا فيش فيها؟ فيها. ايش يا ام العبد؟ الالف، الله يفتح عليك. الالف، اذا الالف لا يكون، لماذا؟ لانه الالف لا تكون مشدده، تمام، لا تكون مشدده. اذا اي حرف مشدد موقوف عليه ففيه نبره باستثناء النون والميم مشددات وحروف قطب جد، والالف لا نتحدث عنها لان هذه طبيعيا لا تكون مشدده. طب في حال الوصل لا يكون النبر الا في حرفين فقط اللي هم ايش؟ الواو والياء المشددات. ما فيش، لا تكون مشدده الالف، لا ممكن الف تكون، عمرك شفت الف مشدده في اللغه؟ ما فيش الف مشدده، مشدده ممكن تكون الف مشدده، لذلك احنا لم نذكرها من ضمن الاحرف المستثناه. يا عم ثواني خليكم معي، بس انا اتحدث عن الحروف المشدده الموقوف عليها او في وسط كلمه. الضالين الالف مشدده؟ لا. اما هي في نهايه الالف في نبره لانه ما بعدها مشدد، هذا شيء موضوع اخر. انا بتحدث في ذات الحرف ذاته نفسه، كلمه مثلا عدو الواو مشدده ففيها نبر، فيها نبر وقفا ووصلا. طب الحق موقوف عليها او في حال الوصل كمان فيها نبر؟ قال لي لا. طب لماذا؟ قال لي من الحروف، اولا حال الوصل اشترط عليه فقط الواو والياء، هذه الواو والياء وقفا مطلقا، يعني وصلا ووقفا. فلو وقفت على العدو فيها نبر لانها من الواو والياء، الحي فيها نبره. طب في حال الوصل برضو الواو والياء فيهم، اذا الواو والياء مطلقا، نعم مطلقا، يعني وصلا ووقفا. يا عم لا، بس انا فنطلكم اياه كلام دقيق. انا لما قلت وقفا كنت اتحدث عن الوقف.
إذن الواو الياء فيها وقفا؟ فيها. الحي فيها ولا لا؟ السماء يا جماعة، السماء كلمة السماء في نبر في الكلمة لكن ليس في الهمزة ولا في الألف، ولا في الألف لأنها ذاء في ذاتها، هي في نهاية الألف. هذا يا جماعة كلمة السماء أو كلمة الضالين موضوع آخر. بيجي بيقول لي إذا كان الحرف الذي بعد الألف أو حرف المد مشدد بنعمل نبرة في نهاية هذا نهاية الألف. فأنا إيش بقول؟ الضاء طبيعي، ها ضاء لاحظوا في آخرها ولا الضالين في نهاية الألف. أنا ما بحكيش هنا عن الألف، أنا بحكي عن الحرف المشدد في السماء، بقول السماء في نهاية الألف عملت نبرة. لكن أنا حديث عن شيء آخر هنا، أنا بتحدث عن الحرف المشدد. هنا الألف مشددة، الهمزة مشددة، هنا الألف مشددة، ما حكيش عنها. أنا كنت هنا قلت إذا كان الحرف الذي يلي الألف ففي نهاية الألف نبرة. إذن حديثه هنا ليس عن الحرف المشدد في ذاته، إنما عن الحرف الذي يسبقه. لكن هنا كان عن إيش؟ عن الحرف المشدد في ذاته. إذن أكررها بشكل سريع عشان ما نعدلهاش مرة ثانية. بالنسبة للحرف المشدد اكتبوا، بالنسبة للحرف المشدد في حال الوصل لا يكون نبر إلا في الواو والياء فقط. حال الوصل لا يكون نبر إلا في الواو والياء فقط. عدو مبين، ها عدو مبين. طب أي حرف آخر في حال الوصل هل في نبرة؟ بقول لي لا، إلا الواو والياء فقط من كل أحرف اللغة العربية، الواو والياء فقط. تمام. طب حال الوقف؟ قال للعكس، جميع الحروف فيها نبر باستثناء سبعة أحرف النون والميم المشددات وحروف قطب جد، ويضاف لهم، حطوا ملاحظة صغيرة، يضاف لهم الهمزة والألف. لكن لم نتحدث عن الهمزة والألف لأنهم لا يأتوا مشددات في القرآن أو في اللغة حتى بشكل عام. لكن الهمزة ممكن تأتي مشددة، انتبهوا في اللغة الهمزة زي ايش قلنا عنه؟ سأل، يعني كثير الأسئلة إذا بتذكروها ممكن تأتي، لكن في القرآن لم تأتي، لذلك لم تذكر، لم تذكر لا الهمزة ولا الألف. ما فيش مشدد، لا تأتي مشدد، لا أنا ولا أزعم واحد في اللغة العربية بيأتي لك بألف مشددة، الألف لا تأتي مشددة. ما احنا عشان هيك استثنيناهم، احنا قلنا باستثناء سبعة أحرف. الأصل أنا لو بدي سئلت سؤال قال لي واحد الله يرضى عليك يا دكتور اديني الممتنع من النبر على الوقف بس على قد السؤال، جاوبني على قد السؤال، بقول له حروف قطب جد والنون والميم مشدده بس، بحكلهوش عن الالف لانه هو اصلا تلقائيا هو عارف انه الالف لا تكون مشدده. تمام. اخر الكلمه او في نص الكلمه، لكن هي نفسها مشدده، ليس ككلمه الضالين. الضالين هو الحرف الذي يليها. احنا يا جماعه بدنا نميز بين النبرة في ذات الحرف أو في الحرف الذي عشان الحرف الذي يليها. في كلمة الضالين، كلمة الضالين هل الألف المشددة؟ إيش الحرف المشدد؟ اللام. كلمة الحاقة إيش المشدد؟ القاف. لأجل التشديد بعمل نبرة في نهاية الألف. هذا موضوع ثاني، موضوع ثاني. موضوعنا هنا عن الحرف المشدد ذاته، هل في نبرة؟ يعني كلمة الضالين هل اللام فيها نبر؟ ليش؟ لأنها ليست لا واو ولا ياء. احنا قلنا فقط في الواو والياء المشددات اللي فيها على آخر الألف. طب لماذا احنا عملنا في نهاية الألف؟ لأنه الحرف الذي يليها حرف مشدد. لا هو 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 الألف ضعيفة، فاحنا من قوي. لحظة لو قلنا الضالين ممكن الألف هيك تتلاشى، لكن لما أقول الضالين فهيك أنا بيّنت الألف وأديتها حق.